بسم الله الرحمن الرحيم. طلبة الصف الثاني الثانوي، ازيكم شباب؟ ان شاء الله النهارده هنتكلم عن درس جديد في الاستاتيكا، معادلة الدائرة. هناخد مسائل فيها افكار ونحلها مع بعض ان شاء الله. تمارين رقم 24. السؤال الاول بيقول اكتب الصورة العامة لمعادلة الدائرة اذا علم ان مركزها ميم 5 و4 وتمس المستقيم س بيساوي 2. اهم حاجة عندي عشان اقدر احدد معادلة الدايرة المركز ونص القطر. انا عندي هنا المركز 5 و4، يعني المركز بيقع في الربع الاول وبتمس المستقيم س بيساوي 2، يعني اقدر اطلع نصف القطر للدائرة. تعالوا نشوف الرسم البياني كده هيوضحها لي افضل من ايه، من النظري. نركز كده يا شباب في الرسمة. رسمنا دائرة تمس المستقيم س بيساوي 2، شايفينه؟ س بيساوي 2، يعني هيبقى في مستقيم عمودي على محور السينات عند نقطة 2. طب الدايرة بتمس المستقيم ده وكان مركزها 5 و4، من 5 لحد 4. ركز معايا كده، نصف القطر هو موجود قدامي واضح، 3 وحدات، 1 2 3. أو ممكن نجيبها، نجيبها ازاي يا ولاد؟ أنا عندي من نقطة الأصل اللي هي واو لحد 5، كده 5 وحدة طول، تمام؟ وعندي من نقطة الأصل لحد المستقيم 2، يبقى اللي هيتفضل كام وحدة؟ 5 ناقص 2 ب3، يبقى نص القطر بيساوي 3 وحدة طول. يبقى احنا جبنا يا مستر المركز، المركز طلع كام؟ 5 و4. ركزين معايا، المركز 5 و4 اهو موجود معانا. طيب المعادلة بنكونها ازاي على الصورة القياسية؟ الصورة القياسية س ناقص 5 تربيع زائد ص ناقص 4 كل تربيع بيساوي نق تربيع، دي الصورة القياسية. طب هو طالب الصورة العامة، يبقى أنت عشان تجيب الصورة العامة محتاج تجيب جيم. جيم ده عبارة عن لام تربيع زائد كاف تربيع ناقص نق تربيع. لام، شايفين المركز اللي عندي 5 و4 اللي هو عبارة عن سالب لام وسالب كاف، فنربع اللام تبقى ب25 ونربع الكاف تبقى ب16 ونطرح منها مربع نص القطر اللي عندي اللي هو ب3 يديك 9، يعني 25 زائد 16 ناقص 9 فيديني ج ب32، يعني المعادلة هتكون س تربيع زائد ص تربيع ناقص 10 س ناقص 8 ص ناقص 32 بتساوي 0. هنا الجيم هتبقى بالموجب، يعني هنخليها زائد ايه؟ 32. طب جبنا الحلول التانية ازاي يا شباب؟ هنا بقول سالب نص معامل س اللي هو الكاف، الكاف بيمثل سالب نص معامل س. فنعمل ايه في الكاف اللي عندي؟ ها هنقوم ضربينها في 2 ونغير الإشارة، يعني هنا 2 في 5 ب10 تبقى سالب 10 س. لاحظوا النقطة الأولى بتسمى لام والتانية كاف، سالب لام وسالب كاف، ده المركز بنفرضه سالب لام وسالب كاف. عشان نكون الصورة العامة اللي هي س تربيع زائد ص تربيع، بعد كده بعمل ايه يا استاذ؟ باخد العدد اللي عندي اللي في المركز بضربه في 2 واشارة سالبة، يعني بضربه في سالب 2، فيبقى كام؟ هيبقى سالب 10 س. وهنا الكاف هضربها برضو في سالب 2 تبقى سالب 8 ص زائد 32 اللي هي الجيم بيساوي 0. يبقى احنا كده كوننا المعادلة في الصورة العامة، س تربيع زائد ص تربيع ناقص 10 س ناقص 8 ص زائد 32 بيساوي 0. تاني جبنا الجيم يا ولاد، ان لام تربيع زائد كاف تربيع ناقص نق تربيع، مربع لام ب25 ومربع كاف ب16 ناقص مربع نص القطر اللي هو 3، يبقى 25 زائد 16 ناقص 9 يديني 32، ده كان جيم. وبالتالي معادلة س تربيع زائد ص تربيع او سالب 2 في اللام، تاخد بالك سالب 2 في لام تبقى سالب في سالب بموجب، او عندك هنا سالب في موجب تبقى سالب، يعني انت بتغير يعني الاشارة بتاعة الكاف او اللام حسب ما انت بتشتغل. يعني انت خدت السين مثلا، بدأت بالسين، هتاخد مين؟ الحد الاولاني، المسقط الاولاني اللي في الزوج المرتب، تضربه في سالب 2 هتبقى سالب 10 س. وبعد كده الحد التاني او المسقط التاني اللي هو الاربعة هنضربه في سالب 2 هيبقى سالب 8 ص زائد 32 بيساوي 0. اسمها الصورة العامة لمعادلة الخط المستقيم.
لكن الصورة القياسية اللي هي س ناقص 5 كل تربيع زائد ص ناقص 4 كل تربيع بيساوي 9. السؤال رقم 2 بيقول اكتب الصورة العامة لمعادلة الدائرة إذا علم أن مركزها 5 و3 وتمس المستقيم الممر بين نقطتين 3 و7 وسالب 1 و3. هنا الدائرة المركز كان 5 و3 وبتمس المستقيم بيمر بنقطة 3 و7 وسالب 1 و3. طيب احنا المطلوب مننا دلوقتي عشان نحل المسألة نجيب معادلة المستقيم اللي عندي اللي بيمر بالنقطة 3 و7 وسالب 1 و3. لما اجيب معادلة المستقيم اقدر اجيب لام اللي هو نص القطر اللي هو طول العمود الساقط من نقطة ميم الى المستقيم اللي بيمر بالنقطة 3 و7 وسالب 1 و3. طيب هنجيبها ازاي؟ عندي قانون ص ناقص ص واحد على س ناقص س واحد بيساوي الميل. قانون خدناه قبل كده يا ولاد، اقول له ص ناقص 7 على س ناقص 3 بيساوي الميل اللي هو فرق الصادات على فرق السينات. 3 ناقص 7 على سالب 1 ناقص 3 هيديني سالب 4 على سالب 4 بيديني 1، واعمل طرفين في وسطين فتبقى ص ناقص 7 على س ناقص 3 بواحد، يعني ص ناقص 7 هتساوي س ناقص 3، ودي س بعكس الإشارة تبقى ص ناقص س، ها بعد كده ناقص 4 لأن السالب 3 برضه وديها بعكس الإشارة، يبقى ص ناقص س ناقص 4 بيساوي 0. دي معادلة الخط المستقيم اللي بيمر النقطتين. نقدر بعد كده نجيب نق عن طريق طول العمود الساقط اللي هو لام، بنستخدم القانون يا ولاد، لام بيساوي المعيار، يعني عوض بالنقطة بتاعتي 5 و3 مكان السين والصاد هنا، على الجذر التربيعي لمربع معامل السين زائد مربع معامل الصاد. القانون معانا خدناه زمان يا ولاد أولى ثانوي، لام بتساوي معيار ألف واحد في سين زائد باء في صاد زائد جيم على الجذر التربيعي لألف تربيع زائد باء تربيع. أعوض بالنقطة في معادلة المستقيم، يديني 3 ناقص 5 ناقص 4 على الجذر التربيعي مربع معامل السين زائد مربع معامل الصاد اللي هو الواحد. الناتج هيطلع في البسط ب6 لأن هنا 3 ناقص 5 دي 3 يا ولاد، ناقص 5 بسالب 2 سالب 2 وسالب 4 بسالب 6 معيارها ب6 على الجذر التربيعي لاتنين، نضرب بسط ومقام في جذر اتنين هتبقى 6 جذر 2 على 2 بتساوي 3 جذر 2. ده لام اللي هو نق، يبقى نص القطر جبناه ب3 جذر 2. بعد كده نجيب جيم تساوي لام تربيع زائد كاف تربيع ناقص نق تربيع. عندي لام تربيع ب25 زائد كاف تربيع ب9 أو العكس، كاف تربيع زائد لام تربيع ناقص نق تربيع، هيطلع جيم 25 زائد 9 ناقص 18 يديني 6، يبقى دي جيم. بعد ما جبنا جيم وعندنا نق وعندنا المركز نقدر نكون معادلة الدائرة س تربيع زائد ص تربيع والسالب 2 في 5 س، بعد كده سالب 2 في 3 ص لأن المركز كان 5. المركز عندي كان كام وكام يا ولاد؟ كان 3. المركز كان في المسألة ب5 و3 فنعوض بالنقطة 5 و3 في المعادلة فتبقى 5 ناقص 3 ب2، 2 ناقص 4 سالب 2، يبقى معيار يطلع ب2. احنا بدأنا بصاد يبقى أقول له 3 ناقص 5 ناقص 4، 3 ناقص 5 بسالب 2 سالب 2 وكمان سالب 4 تبقى سالب 6 معيارها ب6، يعني لام اللي هو نق هيطلع ب6 جذر 6 على جذر 2 يعني يا ولاد، نضرب بسط ومقام في جذر 2 فيديني نق ب3 جذر 2، وبالتالي اقدر اقوي المعادله س تربيع زائد ص تربيع ناقص 2 في 5 س ناقص 2 في 3 ص زائد الجيم اللي احنا طلعناها ب6. وبالتالي المعادله في الصوره العامه س تربيع زائد ص تربيع ناقص 10 س ناقص 6 ص زائد 6 بيساوي 0.
شوف رقم 3، اكتب الصورة العامة لمعادلة الدائرة إذا علم أن مركزها ميم يقع في الربع الأول وطول نصف قطرها بيساوي 3 وحدات طولية، والمستقيمان س بيساوي 1 وص بيساوي 2 مماسان لها. هنا المركز بيقع في الربع الأول ونصف القطر 3 وحدات طولية. لحظة يا شباب، المركز بيقع في الربع الأول وعندي فيه معادلة مستقيم س بيساوي 1 اللي هو المستقيم العمودي على محور السينات عند نقطة 1 مماس للدايرة، المستقيم التاني ص بيساوي 2 مماس للدايرة برضو، في مماسين اهم. عندي نص قطرها 3، يعني هي عشان اجيب المركز بقى محتاج اشوف المسقط س يبقى قد ايه والصاد يبقى قد ايه. لاحظ كده مركز الدايرة فوق اهو، شايفين هنا بيمسها المستقيم س بيساوي 1 والمستقيم التاني اللي هو ص بيساوي 2، هو قال لي نص قطرها ب3. طب عشان اجيب المركز اشوف البعد عن محور السينات قد ايه والصادات قد ايه، يعني عشان اوصل للمركز ده محتاج امشي سينات 1 زائد 3 4 واطلع صادات 5، يبقى المركز 4 و5. وبالتالي جه ما اقدر اجيبها اللي هي لام تربيع زائد كاف تربيع ناقص نق تربيع. لام تربيع اللي هي ب16 مربع على 4 زائد مربع الكاف ب25 ناقص مربع نص القطر اللي هو ب9، فبالتالي ج هتساوي 32. خلاص نقدر نكتب السرعة العامة اللي هي س تربيع زائد ص تربيع ناقص، خد بالك 2 هتضربها في لام اللي عندك يبقى 8، والإشارة تاخدها العكس سالب يبقى سالب 8 س، وهنا تضرب 2 في 5 ب10 وتاخد عكس الإشارة يبقى سالب 10 ص زائد 32 بيساوي 0، وبتبقى دي معادلة الدائرة بمعلومية المركز ونص القطر. نشوف المسألة رقم 4، اوجد معادلة الدائرة التي طول نصف قطرها 5 وحدات وتمس محور السينات عند النقطة 4 و0. طالما تمس محور السينات يا ولاد وما حددش الربع اللي بتقع فيه، يبقى انا عندي احتمالين، يا اما بتمس اعلى محور السينات او تمس اسفل محور السينات. وعندنا نص قطر هنا يا ولاد ب5، لاحظوا نقي ب5، طب هي بتمس محور السينات عند النقطة 4 و0، يعني انت تقدر تطلع المركز بتاعك يا اما تقول 4 و5 لو بتمس فوق، او 4 وسالب 5 لو بتمس من اسفل محور السينات. ادي الرسمة قدامنا يعني عشان تبقوا فاهمين، هي بتمس محور السينات يا اما فوق يا اما تحت، ما حددش ما قالش في الجزء الموجب، فلازم اعملها بالمنظر ده. وطالما تمس محور السينات يبقى نص القطر بيساوي معيار السالب كاف، فمن نص القطر هيساوي 5. لاحظ ان ج في الحالة دي بتساوي لام تربيع، لان هنا الدايرة بتمس محور السينات، فج هتساوي لام تربيع اللي هي ب16، او ممكن نجيبها بالقانون اللي متلخبط، يقول ان ج بيساوي لام تربيع زائد كاف تربيع ناقص نق تربيع. فنلاحظ ان الجيم اللي عندي هتطلع ب16. لاحظوا كده يا شباب، ج بتساوي كاف تربيع زائد لام تربيع ناقص نق تربيع، نق تربيع ب25 وعندك الكاف تربيع برضه ب25، هنروح مع بعض يعني تبقى ج ب16، وبالتالي المعادلة س تربيع زائد ص تربيع ناقص 8 س ناقص 10 ص زائد 16 بتساوي 0. دي معادلة. أو هاخد نص القطر التاني يا شباب زي ما احنا قلنا، لأن احنا عندنا يا إما المركز هيكون 5 أو هناخد السينات ب4 يبقى 4 و5، أو 4 وسالب 5، هتبقى نفس المعادلة بس هنغير. احنا اتفقين إن س تربيع زي ص تربيع بنكتبها بعد كده سالب 2 في لام تبقى سالب 8 س، وبعد كده سالب 2 في الكاف تبقى كام؟ سالب 10 ص زائد 16 بيساوي 0. والمعادلة التانية س تربيع زائد ص تربيع، ماشي المعادلة بتاعتنا اهي، س تربيع زائد ص تربيع ناقص
اتنين في أربعة يبقى سالب 8 س، وسالب 2 في سالب 5 تبقى موجب 10 ص، وبعدين الكاف هتتكتب زي ما هي موجب 16. أهم حاجة تاخدوا بالكم يا ولاد إن هي إيه، ليها مماسين، تمام؟ يعني مسألة حلين، هو إن دايرة ممكن تمس أعلى محور السينات تبقى دايرة فوق يعني أو دايرة تحت، لها حلين يعني، تمام؟ لأنه ما حددش في المسألة، وقال لك هنا يمس في التمرين بيمس إيه؟ محور السينات عند النقطة 4 و0، ما قالش بقى مكانها أعلى أو أسفل. السؤال رقم 5، طول نصف قطرها، أوجد معادلة الدائرة التي طول نصف قطرها 3.5، نصف قطرها 3.5 وحدة طول، وتمس محور الصادات عند النقطة 0 و-4. جاب لك نص القطر. طب الحالة ديت يا مستر ايه اللي حصل؟ هو بيمس محور الصادات زي المسألة اللي فاتت، بس هو الوقت هيمس محور الصادات، يعني هيمس محور الصادات برضو في افتراضين، يا اما يمسها على اليمين من ناحية اليمين او من ناحية الشمال. يبقى انت لما تيجي ترسم مسألة وتحلها تعمل دايرتين وتاخد بالك وانت بتشتغل. الرسمة قدامنا يا شباب وضحناها، بتمس محور الصادات وكان مركزها هنجيبه ازاي يا ولاد؟ خد بالك احنا قلنا نمس محور الصادات من اليمين والشمال، قالك نق مسألة ب3.5 وتمس محور الصادات عند نقطة 0 و-4، فبالتالي نص القطر يبقى 3.5، يعني عندي مركزين يا اما 3.5 و-4 يا اما سالب 3.5 و-4. جيم في الحالة دي يا ولاد طالما هي بتمس يا مستر محور الصادات لو في 3.5 يديك 7 س، وناقص 2 تضربها في سالب 4 تبقى موجب 8 ص، زائد الجيم اللي هي 12.5، وهنا المعادلة التانية س تربيع زائد ص تربيع ناقص في سالب 3.5 ب2 في 2 يعني تديك 7 موجب 7 س، وبعدين تضرب سالب 2 في سالب 4 تديك موجب 8 ص، زائد 49 على ايه؟ على الأربعة اللي هي الجيم كانت 12.5 يعني. يبقى لو بيقول لي متمس محور الصادات تاخد بالك، تمس محور السينات تاخد بالك ان فيه معادلتين مش معادلة واحدة، لان ممكن تمس اعلى واسفل محور السينات، او ممكن تمس يمين ويسار محور الصادات. شوف التمرين اللي بعده، بيقول لي رقم 6، اوجد السرعة العامة لمعادلة الدائرة اذا علم ان تمس المحورين وتمر بالنقطة -2 و-4. طيب هي بتمس المحورين وتمر بالنقطة -2 و-4 يا شباب، دي معناها ان هي يعني بتمر بنقطة، النقطة اللي هي -2 و-4 بتقع في الربع التالت وبتمس المحورين. تعالوا كده نشوف مع بعض الرسمة، رسمناها في الربع الأول يا شباب، بتمس المحورين، دي بتفيدني ان نق بيساوي معيار لام بيساوي معيار كاف. اول ما يقول لك تمس المحورين، شوف كده معايا تاني التمرين رقم 6، تمس المحورين وتمر بالنقطة -2 و-4 اهو، عملنا محورين ونقطة اسمها -2 و-4، المفروض نرسمها فين؟ في الربع التالت، ولكن ده ايه رسم كده موجود يعني تقريبي للحل. هي بتمر بنقطة -2 و-4، المفروض نرسمها فين؟ في الربع التالت، نرسمها كده عشان نوضح الأمور قدامنا يا شباب. جبنا مثلا دايرة هنا لأن الحل عليها عشان نبقى فاهمين أكتر. أدي الدائرة بتاعتي بتمس المحورين وبتمر بنقطة -2 و-4، في نقطة بتمر بيها اسمها -2 و-4، ولتكن هنا مثلا، هنا -2 و-4 مثلا يا شباب. طيب انت تستفيد ايه ما يقول لك تبقى يعني الدايره اللي عندك انت راسمها اللي بتمس المحورين تستفيد بايه؟ هتستفيد ان نق بيساوي نق، يعني اللام هتساوي الكاف في الحاله دي. طيب هي بتمر بالنقطه -2 و-4 اللي معناها ان هي بتحقق المعادله، واحنا عندنا ان الجيم بتساوي لام تربيع زائد كاف تربيع ناقص نق تربيع.
هنلاحظ ان لم يعني لم تربيع هي اللي هتفضل، ان هنا كاف تربيع ونق تربيع، كل واحدة فيهم بنق تربيع، يعني كلهم هيتختصروا مع بعض بقى نق تربيع بس في المسألة. شايفين يا شباب؟ يعني ج بتساوي لام تربيع زائد كاف تربيع ناقص نق تربيع، واحنا قلنا ان نق بتساوي معيار لام بتساوي معيار كاف. الدالة اللي عندي دي هتفيدني، يعني هتفيدني في حل المسألة. لما اقول ج بتساوي نق تربيع هتفيدني ازاي؟ ان انا هجيب معادلة الدايرة واعوض بالنقطة اللي هو قال عليها. هو قال لك بتمر بالنقطة كام وكام؟ بتمر بالنقطة سالب اتنين وسالب اربعة. يعني بعد ما تكون معادلة الدايرة وتحط مكان ج بنق تربيع وعندك السين موجودة والصاد موجودة، تقدر تعوض بيهم، يعني مكان السين بسالب اتنين والصاد بسالب اربعة، هتقدر تطلع نق تربيع بمنتهى السهولة. لان في الحالة دي انت عندك المركز بيكون نق ونق، لان المسقط السيني والصادي هو متساوي. يعني المركز، شايفين الرسمة اللي عاملة دي؟ هنا نص القطر وهنا نص القطر، برضو لو عملناها برضو في ربع التانية نق ونق زي ما هي. شايفين؟ هي لما تمس المحورين، هوضحها اكتر يا شباب. اهو لو انا رسمت هنا مثلا نق كده، ده نص القطر اهو، وجيت هنا رسمت نص القطر، فنلاحظ ان المركز بتاعي بيساوي سالب نق وسالب نق. شايفين؟ اللي هي سالب اتنين وسالب اربعة، اللي هي النقطة اللي هي المركز يعني. فانت لما تيجي تجيب جيم هتقول له لام تربيع زائد كاف تربيع ناقص نق تربيع. طب ما هي لام وكاف زي بعض، وكل واحد فيهم بسالب نق. شايفين؟ يبقى سالب نق وسالب نق هيبقى نق تربيع ونق تربيع ناقص نق تربيع، يعني ج بتساوي نق تربيع. دي اللي هتفيدنا في الحل، ان هيبقى معادلة في مجهول واحد. كتبنا خطوات الحل يا شباب قدامنا اهي، بتمس محورين وتمر بنقطة سالب اتنين وسالب اربعة، يعني ج في الحالة دي بتساوي نق تربيع. فبالتالي معادلة س تربيع زائد ص تربيع ناقص في ناقص اتنين س. تمام، هنعوض بقى بالنقطة مكان س، يعني نشيل الس نحط مكان ايه؟ سالب اتنين. نقولها تاني، س تربيع زائد ص تربيع زائد اتنين نق س زائد اتنين نق ص زائد نق تربيع. يعني شلنا اللام والكاف وكتبنا مكانهم سالب نق، ودي سالب نق، وضربنا في سالب، يعني سالب اتنين في سالب نق بقت موجب اتنين نق، وهنا موجب اتنين نق ص. المعادلة كوناها وعوض بالنقطة بقى في المعادلة، هيبقى معادلة في مجهول واحد. دي الفكرة، ان الجيم لما نعوض عنها بنق تربيع كل المعادلة تبقى في مجهول واحد، ان هي تمس المحورين، يعني نق اللي عندي نص القطر يعني يا شباب، يبقى رمز نق اللي هو المركز هيبقى سالب نق وسالب نق. لما تيجي تجيب جيم هتساوي نق تربيع. طيب هنعوض بالنقطة سالب اتنين وسالب اربعة، فسالب اتنين هنربعها هتبقى اربعة، ونربع السالب اربعة تبقى بستاشر ناقص اتنين. شايفين؟ اقعد مكان السين سالب اتنين تبقى سالب في موجب بسالب، واتنين في اتنين باربعة اللي هي سالب اربعة نق، وهنا سالب اربعة مكان الصاد تبقى سالب تمانية نق زائد نق تربيع بيساوي صفر. اربعة زائد ستاشر بعشرين، يبقى عشرين ناقص اتناشر نق زائد نق تربيع بيساوي صفر. يعني نق تربيع ناقص اتناشر نق زائد عشرين بيساوي صفر، يعني نق ناقص. هنحلل بقى نق تربيع نق في نق، والعشرين اتنين في عشرة، والإشارة سالب في سالب موجب طبعا. فبالتالي نص القطر هيكون باتنين، أو نص القطر اللي عندي هيكون بكام؟ هيكون بعشرة. فلما نص القطر يبقى باتنين، يبقى نق بتساوي سالب اتنين وسالب اتنين، أو نص القطر هيساوي سالب عشرة وسالب عشرة. فبالتالي أقدر إن أنا أجيب المعادلة. طبعا المركز هيكون سالب نق وسالب نق زي ما احنا فرضينه، يعني سالب اتنين وسالب اتنين وسالب عشرة وسالب عشرة. نقدر نجيب معادلة س تربيع زائد ص تربيع ناقص في ناقص اتنين في اتنين تبقى موجب أربعة س، وناقص في ناقص اتنين في اتنين تبقى موجب أربعة ص زائد أربعة بيساوي صفر. س تربيع زائد ص تربيع دي ثابتة، بعد كده بضرب اللام اللي عندي دي في سالب واضربها في اتنين، يبقى السالب في سالب بموجب فتبقى عشرين س، واجي عند الكاف اللي هنا اضربها في سالب وبعدين اضربها في اتنين، تبقى سالب في سالب بموجب، واتنين في عشرة بعشرين، يبقى عشرين ص زائد مية
بيساوي صفر، يبقى كده كوننا معادلتين للدائرة التي تمس المحورين وتمر بالنقطة سالب 2 وسالب 4. المسألة رقم 7 تمس محور السينات عند النقطة سالب 3 وصفر، وتمس أيضا محور الصادات. عايزين نجيب معادلة الدائرة اللي بتمس محور السينات عند النقطة سالب 3 وصفر، وتمس أيضا محور الصادات. رسمنا يا ولاد الدائرتين، خد بالك هي قالك تمس محور السينات عند نقطة سالب 3 وصفر، وتمس أيضا محور الصادات. ممكن الدائرة تيجي بالمنظر ده، يعني تمس محور السينات عند نقطة سالب 3 وصفر، ممكن من أعلى أو من أسفل، وتمس في الحالتين محور الصادات. شايفين الشبكة البيانية اللي قدامي؟ فده النقطة أو ده الشبكة البيانية، ده محور السينات أهو، ماشي، وادي الدايرة فوق وتحت، وده ايه المحور الصادي. فهتبقى بالمنظر ده الرسمة بتاعتها يعني يا شباب، تمام؟ فدي الرسمة. طيب انا اطلع نص القطر ازاي؟ خد بالك من حاجة مهمة، طالما تمس محور السينات يعني ناق اللي عندك ده، نصف قطر الدايرة اللي فوق او اللي تحت هيساوي الجزء الافقي ليه، لان هيوازيه ده قد ده. شايفين؟ يعني لو خدت نص قطر، القطعة دي نص قطر اهي، طولها هيبقى زي اللي قبالها ده بالظبط، هيبقى 3، لان هي اتحركت طولها ب3، لان هي اتحركت ايه ناحية اليسار ب3 وحدات، المركز بسالب 3 وصفر. مركزين معايا؟ المركز للدايرة بسالب 3 اهو وصفر، ده المركز. فبالتالي نص القطر اللي هي الازاحة الافقية جهة اليسار ب3 وحدات، فالحتة دي تبقى بايه، ب3 ودي ب3، تمام؟ يبقى انت جبت نص القطر ب3. طب الارتفاع انت عايز تجيب بقى السيني والصادي، هي اتحركت افقي 3 وحدات ناحية اليسار، ممكن تتحرك لأعلى ممكن تتحرك لأسفل، يعني مركز الدايرة اللي فوق هتبقى سالب 3 و3، ومركز الدايرة اللي أسفل سالب 3 وسالب 3، تمام؟ تقدر تجيب جيم برضو بمنتهى السهولة، جيم بتساوي لام تربيع زائد كاف تربيع ناقص نق تربيع، فتبقى ج ب9. وبالتالي تقدر تقاوم معادلتين بمنتهى السهولة، يعني س تربيع زائد ص تربيع، تقوم ضارب السالب 3 دي في سالب 2 تبقى موجب 6 يعني س، وتيجي التلاتة التانية تضربها في سالب 2 تبقى سالب 6 ص، زائد ال ج بتاعتك اللي هي ب9 بتساوي 0. وتيجي برضو تكون معادلة تانية، س تربيع زائد ص تربيع ناقص 2 في 3 بالإشارة السالبة اللي عندي تتغير تبقى موجب 6 س، وترجع تضرب سالب 3 في سالب 2 ص تبقى موجب 6 ص، زائد الجيم بتاعتك انت طلعتها اللي هي ب9، وبالتالي انت كده كونت المعادلتين بيساوي 0. رقم 8، اوجد معادلة الدائرة التي تمس محور السينات عند النقطة سالب 2 وصفر، وتقطع من الجزء الموجب لمحور الصادات، وترى طوله 4 جذر 3 وحدة طول. تعالوا نشوف الرسمة كده. رسمنا المسألة كده يا ولاد معايا، بصوا هنا الدائرة تمس محور السينات تمس محور السينات عند نقطة سالب 2 وصفر، وتقطع الجزء الموجب من محور الصادات، وتر طوله 4 جذر 3. فكرة المسألة إن المستقيم اللي بيمر بالمركز ومنتصف الوتر أو عمود على الوتر بينصفه، يعني إحنا هنعمل عمل، هنرسم عمود ساقط من نقطة ميم على الوتر هينصفه لجزئين 2 جذر 3 و2 جذر 3. وخد بالك الإزاحة الأفقية هتعادل نق، يعني نص القطر هيبقى ب2، تمام؟ الإزاحة الأفقية اللي عندي دي هنا ب2 من ميم لحد واو، دي أقل من نص القطر يا شباب، لكن نص القطر هنجيبه من فيثاغورس. تاني كده لاحظ، نص القطر بادئ لو هتاخد من منحنى الدايرة من نقطة لحد ميم الجزء ده كله، تمام؟ أو ممكن تاخد إيه تغير الرأسي، بس مين نص القطر مش ظاهر معانا في المسألة. فهنعمل إيه؟ إحنا عندنا ده وتر، ركزوا معايا كده، ده وتر المستقيم العمودي على الوتر بينصفه، فيبقى الجزء اللي هنا ب2 جذر 3 شايفينه، وعند الجزء اللي فوق طوله ب2، لأن الإزاحة الأفقية من على الشبكة البيانية كانت طولها ب2 وحدة طول كده. تاني نوضح الشبكة البيانية اهي،
هنا الشبكة البيانية عندي اهي، ركزوا معايا، وده الخط الأفقي، عملنا خط رأسي وخط أفقي، والدايرة بتقطع الخط اللي عندي في وتر. الوتر طوله كان 4 جذر 3، اتقسم نصين، 2 جذر 3 و2 جذر 3. جبنا الضلع ده من فيثاغورس يا ولاد، هيبقى 4، اللي هو نص القطر، او الجذر التربيعي 2 تربيع زائد 2 جذر 3 تربيع، القطعة دي ب2 جذر 3 لأن الوتر كله كان ب4 جذر 3، هيبقى نص القطر للدايرة يطلع ب4. وبالتالي المركز أقدر أقول الإزاحة الأفقية ناحية اليسار وحدتين يعني -2، والإزاحة الرأسية 4 وحدات يعني -2 و4، يبقى المركز -2 و4. طب يا أستاذ، هو بيمس محور السينات، معنى كده إن ج هتساوي لام تربيع، حافظينها أو نعوض في القانون، ج بتساوي لام تربيع زائد كاف تربيع ناقص نق تربيع، فبالتالي ج هتساوي 4. يبقى نص القطر اللي عندي، انا عندي خلاص نص قطر، عرفت ان هو بكاف لان هي تمس محور السينات، يبقى نص قطر بيساوي كاف، فالمركز -2 و4 خلاص، يبقى نص قطر عندي ب4، وبالتالي المعادلة س تربيع زائد ص تربيع ناقص 2 في -2 تبقى موجب 4 س، وبعد كده -2 في 4 ص تبقى -8 ص زائد 4 بيساوي 0 اللي هي ج. يبقى انت كده كونت المعادلة المطلوبة. رقم 10 بيقول لي تمس، اوجد معادلة الدائرة التي تمس محور السينات وتمر بالنقطتين 2 و1 و -5 و2. طيب هي تمس محور السينات يا شباب، طالما تمس محور السينات احنا عارفين ان الجيم نقدر نطلعها بسهولة، يعني الجيم عندك هتبقى بايه؟ طالما يمس محور السينات تقول ان الجيم بتساوي لام تربيع مباشرة، وتبقى معادلة بقى فيها لام وكاف، وتعوض مرة بنقطة 2 و1 ومرة -5 و2 عشان يبقى عندك معادلة في متغيرين اللي هم لام وكاف، وتحلهم مع بعض وتطلع لام وكاف، وتقدر بعد كده تجيب نص القطر وتكمل عادي المسألة خالص. هنا المعادلة كوناها س تربيع زائد ص تربيع زائد 2 س لام زائد 2 ص كاف زائد لام تربيع بصفر، لأن قلنا يا ولاد ج بتساوي لام تربيع لأن الدايرة بتمس محور السينات، فشلنا الجيم وكتبنا مكانها لام تربيع. الفكرة بقى في المسألة إن إحنا هنعوض مرة بالنقطة اللي هي 2 و1 ومرة نعوض -5 و2، وبعدين نحل المعادلتين مع بعض زي ما إحنا شايفين. تابعوا معايا كده الخطوات يا شباب. بداية هنعوض بالنقطة اللي هي 2 و1 في الدايرة، يبقى 4، عوض مكان السين ب2 تبقى ب4 والصاد ب1، زائد 4 لام زائد 2 كاف زائد لام تربيع، هنصفي المعادلة تبقى 5 زائد 4 لام زائد 2 كاف زائد لام تربيع بصفر. بعد كده نعوض بالنقطة التانية اللي هي -5 و -2 في المعادلة اللي عندنا، هتبقى 5 تربيع ب25، شايفين يا شباب 25 زائد 4 اللي هي مربع الاتنين، وبعدين نعوض -5 مكان السين تبقى -10 لام، ونعوض مكان الكاف ب2 تبقى 4 كاف زائد لام تربيع. نصفي المعادلة، هتكون هنا المعادلة الأولى والمعادلة التانية اهم، ظهرت عليهم يا ولاد بمربع، 29 ناقص 10 لام زائد 4 كاف زائد لام تربيع، المعادلة الأولى هضربها في -1 عشان أجمعها مع المعادلة تانية، ضربت في -1 هنا لأن لما أضرب في -1 تبقى سالب لام تربيع، تروح مع موجب لام تربيع يختصروا، يعني أهم حاجة تحل المعادلتين مع بعض بالطرق المعتادة. فالمهم إحنا هنضرب هنا في زي ما قلنا يا ولاد في -1 المعادلة الأولى، هتبقى -5 ناقص 4 لام ناقص 2 كاف ناقص لام تربيع بصفر، هنجمعها مع المعادلة الأخيرة، الجمع مع بعض يديك 24، 29 ناقص 5 -10 لام -4 لام -14 لام، وهنا موجب 4 كاف وموجب 2 كاف جمع مع بعض، هنا دي بالسالب يعني موجب 4 كاف وسالب 2 كاف يديك موجب 2 كاف، ولام تربيع تروح مع لام تربيع. بعد كده بقسم المعادلة كلها على 2 فتبقى 12 ناقص 7 لام زائد 7 كاف بصفر، يعني الكاف هتساوي 7 لام ناقص 12. نرجع نعوض في أي معادلة،
هنعوض مكان الكاف ب7 لام ناقص 12 عشان نطلع اللام. هنعوض في المعادلة وليكن معادلة 2، يبقى 29 زائد 10 لام. عوضنا في المعادلة يا شباب، مكان الكاف ب7 لام ناقص 12 زائد 5 زائد 4 لام زائد 2 في 7 لام ناقص 12 زائد لام تربيع، هننزل 5 زي ما هي و4 لام. بعد كده نضرب الاتنين في المقدار اللي عندي، بقت 14 لام ناقص 24 زائد لام تربيع بصفر. نصفي المعادلة، لام تربيع تيجي، وبعد كده أقول 14 لام زائد 4 لام ب18 لام، وهنا 5 ناقص 24 بسالب 19. بعد كده بحلل عادي خالص، بحل معادلة عادية وأحلل، أطلع اللام بواحد أو لام سالب 19، وبالتالي الكاف هتبقى بسالب 5 أو كاف بتساوي سالب 145. هنعوض تاني في المعادلة اللي فوق عشان نجيب قيمة كاف، هيبقى النقطة اللي عندي سالب 1 و5، وبالتالي نص القطر هيبقى معيار الكاف، يعني نص القطر ب5، والجيم هتبقى ب1، لأن الجيم هنا هتبقى اللي هي مربع لام يا ولاد زي ما قلنا، جيم لام تربيع. وانت عندك برضو الكاف هتطلع بسالب 145 لما نعوض عن اللام بسالب 19 في المعادلة فوق، وعندك نص القطر معيار الكاف، يعني نص القطر بيساوي 145، وعندك جيم مربع 19.